حمري تامي كانت كنا حي تقسمت حي تقسمت كانت كون وحنا دابا كنطلبوا الماء ما خصوش يتقطع نهار العيد، ما عمرو تقطع علينا. هذه انا 15 عام وانا ساكن هنا، عمرو الا تقطع الماء في العيد. هادشي اللي كنطلبوا، ما هادشي اللي كنطلبوا من المسؤولين، هادشي اللي كاين. نمشيو الماء الصباح، الصباح مشينا غير السقايات، داكشي اللي كيشيط في القوات كيبقى كيشيل، هادشي اللي كاين كنلقطوه. ايوا ما عندنا حنا، ما عندنا حنا مساكن، ما عندنا ما رد، راه ما عندنا لا حول ولا قوة الا بالله. حنا كنستعطفوا المسؤولين، ينظروا للمسكين وينظروا لكل شيء. هذا راه الطبقة، الناس أغلبية مسحوقين بحال أنا دابا، راني مريض ومريض بالقلب ومريض بكل شيء، وفهمتي غير المحسنين اللي كنستعطفهم باش كيشريو لنا الدواء. هادشي اللي كاين، اللي كان طلبوا نطلبوا خصم هذا للناس المسكن، يردوا لهم من البال بزاف. راه الناس مسحوقين، راه حنا غير كنستعطفوا الناس ونرغبوا ونصوبوا كل شيء. حنا اللي كانت هذاك، وحنا كنطلبوا الله في ظل الحكم صاحب الجلاله ونصره الله، خصنا للمسؤولين يطبقوا الاوامر ديال سيدنا. راه حنا ملي كنجيو كنسمعوا الخطابات ديال سيدنا، راه حنا كنجبروا المشاكل في السبيطار، كنجبروا في كل شيء، كنجبروا في هذاك، كنجبروا غير داك الشيء اللي كيقول سيدنا، راه ما كيطبق شيء. وحنا كنطلبوا سيدنا الله هذا ينظر لنا عندنا بهذا، وراه حنا كنطلبوا له الصحه والهناء والتوفيق. السلام عليكم، معكم رضوان مازال، مقيم في الدار البيضاء. جينا مدينه الصفراء، المدينه الغزاله تبارك الله، جينا نعيدوا مع الوالدين مرتاحين، والحمد لله اللي لقينا الترونسبور، واخا جينا راكبين مع الحواله ماشي مشكل. جينا لهنايا جلسنا مبروك العواش، مبروك كذا، نهار العيد قطعوا الماء. يلا كتذبح انت وتمشي تعمر السطوله والنوبه، انتم شتي وصحف راسور وكل شيء، يعني بنادم مقاتل وحشومه صاحبي. جاو حتى المدينه القديمه اللي فيها الفقر المدقع صاحبي، وقطعوا على عباد الله الماء، وبنادم دابا المشكل هو مخلص، ماشي تما مخلص. جاو حتى لهاد اللحظه بنادم راه عنده الفيلات، هاد المسؤولين هادو اللي قاطعين على عباد الله، راه عندهم ساكنين في فيلات، كيوصلوا من المفابور كيشربوا غا سيدي علي، وانت تشرب الماء ديال الروبيني ولا تقاتل. وتا الماء ديال الروبيني دابا ما كاينش، بنادم مقاتل في السقايه كيعمر الماء، وعباد الله كتموت تبغي تبدا تصلي. والله الا ذبحنا عاد صلينا، عمرك شتي هادي؟ بنادم كينوض كيصلي صلاه العيد كيذبح، حنايا تقلبات لنا القفه. الله ياخذ فيكم الحق هاد المسؤولين، وبغيت الصحافه يوصلوا هذا الميساج هذا لكاع المسؤولين، وعاش الملك وعاش محمد السادس، وبغيت يوصلوا الميساج باش هاد المسؤولين ياخذ فيهم الحق. وهاد الناس الفقراء راه كيعانيو بزاف. المدينه القديمه يلاه يلاه بقينا كنقولوا غادي تصوب غادي تصلح مزيان، ويجيو العيد الكبير ويقطعوا المحشومه. ومعكم رضوان، هانتوما سميتي، واي واحد كنتحداه يشوف هذا الفيديو ويجي عندي، راه مرحبا والف مرحبا. السلام عليكم. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.